كيف تعمل خاصة فيما يتعلق بعائلتك؟ الخيار الأول في مثل هذه الحالات للصحفيين هنا في قطاع غزة غادة هو البقاء في المكتب، في بقاء في العمل، عدم المغادرة. التنقل هو أمر بالغ الخطورة في مثل هذه الأوضاع. الوسيلة الاتصال الوحيدة هي الاتصال فقط بالعائلة والاطمئنان عليها بين الحين والآخر. لا نملك الكثير من الخيارات ولا يوجد أي حصانة للتحرك بالنسبة للصحفيين، وخاصة ونحن نتحدث أننا يعني الطواقم الطبية لا تلقى أي حصانة من قبل الجانب الإسرائيلي، فكيف للطواقم الصحفية؟ نحن نعمل تحت ضغط كبير، تواجد في أماكن العمل، مراقبة، متابعة للأخبار، ومشاهدة أيضا آثار الدمار والضحايا الذين ينتجوا من العدوان والقصف الإسرائيلي. هذا أمر صعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن هذا قدرنا، وهناك إيمان لدى الصحفيين أن هناك رسالة لابد أن تصل، أن تكشف حجم الجرائم الإسرائيلية الممارسة بحق الفلسطينيين، كهذه الجريمة الآن التي تتم في المناطق الشرقية لمدينة غزة، والتي يخشى أن تكون ضحاياها وأن يكون ضحايا هذا القصف الإسرائيلي أعداد كبيرة.